مرحبا بكم مجددا. تعد سنة أولى عموما من الفترات الحرجة التي تشغل أذهان العديد من الأمهات، وعلى الرغم من السعادة التي يجلبها طبعا قدوم المولود الجديد، فأنه يجلب مقدارا من المسؤولية والضغط. احتياجات الطفل تبدو كثيرة وغير منتهية، لأنه يجب على الأم التعرف عليها جميعا وتبدأ في التأقلم معها، وفي نفس الوقت من المهم أنه تعتني بنفسها، تخصص وقت للاهتمام بذاتها. مهم جدا مشاهدينا أن تدرك الأم وتؤهل نفسها نفسيا أنها انتقلت من مرحلة لمرحلة، وأنها أصبحت مسؤولة عن طفل لديه احتياجات ومتطلبات واهتمام وحب، وكمان أنه صعب أنه يعبر عنها غير بالبكاء. فعليها أنها تدرك متى يأكل ومتى يشعر بالتعب وهو إيش حابب، ومتى حابب يشرب، متى حابب يحتاج لتبديل ملابسه. هي أشياء يعتقد البعض أنها أشياء بسيطة، وأنه كل أم يعني بفطرتها هتكون قادرة على أنها تتعامل مع الطفل، ولكن الموضوع مش بسيط. وحتى لو كان بسيط بنحاول بطريقة لطيفة خفيفة مع ضيفتنا في الأستوديو دكتورة ميسة فاضل، أستاذ علم النفس التربوي، ونقدم بعض النصائح المهمة اللي إن شاء الله بإذن الله تفيد كل الأمهات المستقبليات الجدد. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة ميسة، ونورتينا خلال هذا الصباح. شكرا. طبعا هو سنة أولى زواج يتخللها طبعا حدوث حمل، ويتم إعلان حالة الطوارئ داخل المنزل. الأم دائما تعيش في قلق ما بين تصفح المجلات أو المواقع الإلكترونية، أو تسأل أمها وخالتها وعمتها، أنا حخلف وأنا حجيب ولد وحجيب بنت وكيف سوف أربيهم. يعني هل تجربة الأم لأول مرة هي صعبة بالصورة التي نشاهدها؟ يعني أولا صباح الخير لحضرتكم والجميع المشاهدين في اليمن الحبيب. هي أنا مش عايزة أقول، يعني كفاية نحن بنقول أول سنة أمومة لما قلبك بيخرج برا منك، أول شعور بتشعر بيه الأم إن قلبها خلاص ما يعني بنقول دايما الأم بتحمل ابنها بين ذراعيها وقت من الزمن، لكن بتحمله داخل قلبها إلى الأبد إلى الأبد. وده الحقيقة مش مقولة لطيفة بنقولها، هي حقيقة علمية مثبتة إن الأطفال مجرد الخبر الحمل بيحصل في الوصلات البيولوجية اللي بتحصل بينها وبين ابنها اللي هو الحمض النووي، يعني بيظل موجود في داخل الأم. يعني سبحان الله حتى إذا لم يكتمل الحمل بتفضل تحمل ابنها في داخلها. حضرتك بتقول التجربة صعبة، هي فعلا صعبة، ولكنها تستحق هذه الصعوبة. على كل امرأة أدركت مجرد خبر الحمل ده الحقيقة بيصيبها بأشياء من الحب، الأمل، الخوف، التوتر، القلق، الترقب، ما بتبقاش عارفة هتتصرف إزاي، خصوصا في سنة أولى أمومة زي ما حضراتكم بتقولوا. صحيح الأمومة شعور فطري، ولكن تجربة مختلفة، هي تجربة رائعة من أم الأم. يعني على كل أم تعرف بمجرد إنجابها لطفل آخر أن في حد تاني في حياتها هي بتفضله عن نفسها، هي بتبدي احتياجاته عن احتياجاتها، رفاهيته عن رفاهيتها، فده في حد ذاته قد يسبب لها شيء من القلق والتوتر. بتحصل حاجات كتيرة ومشاعر كتيرة وليست سهلة، مش هنوعد أي أم إن الحياة سهلة، لكنها هتكون رائعة، هتكون جميلة. كل أم ليها تجربة فريدة، مش شرط كلنا زي بعض، لا أولادنا بينموا بنفس الطريقة ولا بنفس الصفات ولا بسرعة النمو بنفس السرعة، ولكن كل واحد له تجربة فريدة. عشان كده حضرتك بتقول العمات والخالات والأم بيقولوا نصايح، على الأم أنها تتقبل هذه النصايح لأن في منها أكيد الخبرة، ولكن تتاخدها. يعني أحيانا الأم بتتلخبط من كتر النصايح، الدكتور يقول لها حاجة أو طبيبة الأطفال تقول لها حاجة والأم تقول حاجة والحمى والخالة وكل واحد، على كل أم أنها تتقبل الـ النصايح دي بصدر رحب وتاخد المفيد منها، لأن أكيد في منها مفيد وبدون ما يكون في توتر. المهم أنها
تعيش التجربة دي يوم بيوم. هي تجربة فريدة، مش كل أم زي بعضها هتتعامل مع نفس المواقف. يعني عليك انك تتقبلي حتى مجرد تغير شكلك وشكل جسمك وهرموناتك. بيكون أصعب. صح. ده بيبقى صعب جدا. وفي كمان احيانا بيبقى اكتئاب ما بعد الولاده، ممكن يستمر الاسبوعين او ثلاثه، لانها هي مش فاهمه ايه اللي بيحصل. هي ما بتنامش، ما بتاكلش، الام الحمل والام الولاده لسه سايبه اثر فيها. على شريك حياتها وكل اللي حواليها انهم يتقبلوا هذا الإحساس في الأول، ويقدموا لهم الدعم. الزوج لأنه هو اللي بيكون بالضبط، هو اللي ملاصق ليها في البيت. بالضبط. صح. يعني المسؤولية على الاثنين، على الاثنين فقط. لذلك هو يمكن بنقول الأبوة مهمة. هي طبعا مهمة وبيتشارك معها شريك حياتها في هذا، بس يمكن الأبوة شعور بيبقى مكتسب أكتر منه فطري. يعني صح. لما يبتدي الطفل يناغي أبوه ويعلمه ويتكلم معاه، يبتدي يشعر بقى بالاهتمام والمسؤولية وكده. طبعا شعور المسؤولية على الأم بيبقى أكبر في الفترة دي، لأن هي المسؤولة عن الرضاعة يعني النظافة كل حاجة خاصة بيه. هي فقط اللي تقدر تعملها، وهي فقط اللي تقدر تحس بيها. محدش يقدر يحس إمتى ابنها يكون جعان ولا تعبان ولا فرحان ولا محتاج يغير ولا عايز ينام ولا عايز يلعب. وطبعا مع الممارسة هتكتشف. صح. يعني مش عايزة أقول قواعد واحدة كل أم تمشي عليها، لا، هو كل أم وكل تجربة أمومة فريدة بحد ذاتها. لأنه أحيانا بنشوف يا دكتورة حتى حركات الطفل مختلفة. إذا كانت اليد مفتوحة، إذا كانت اليد مغلقة، بتعطي حتى إيحاءات. صوت البكاء، صوت البكاء. صحيح. بكاء الجوع غير بكاء أنه عايز ينام، غير بكاء أنه عنده غازات وعنده مغص، غير أنه عايز يغير. الأم بقى مع مرور الأيام والخبرة اللي بتكتسبها، هي من نفسها بتكتشف. يعني مهما قلنا لها نصايح وقواعد، هي بإحساسها بتعيش تجربتها بنفسها، وبتعرف تتصرف مع المشكلات. كل مشكلة صغيرة هي تحدي ليها بالنسبة لها. لازم تعرف أن في أوقات سعيدة وفي أوقات صعبة. يعني في حتى في دقائق سعيدة وفي دقائق صعبة. يا دكتورة ميساء، طيب هو طبعا الزمن بيتطور وبيتطور مع كل حاجة، وبتختلف أشياء كثيرة، وتربية قبل 100 سنة غير قبل 50 سنة غير قبل 20 23. يعني هناك مثلا بعض الأمهات بتحب تمارس دور السلطة على بنتها ما بعد الولادة، أنه زي ما أنا ربيتك أنت لازم تربي ابنك. طيب التربية يعني اختلفت رغم اعتزازي الشديد. أنا بصراحة بعتز بتربية زمان. أنا أشوف تربية زمان كانت هي الأجمل، كان فيها قيم، كان فيها مبادئ، كان في احترام متبادل بين أفراد الأسرة. صح، كان في شدة نوعا ما في التربية، بس الشدة هذه هي أنجبت رجال وأنجبت أمهات وأنجبت يعني شخصيات مؤثرة في المجتمع. صحيح. فكيف نحاول نساعد هؤلاء الفتيات دون تدخل الأم؟ لا خلاف ان احنا تربينا بطريقة وفيها القيم والحاجات الجميلة اللي حضرتك قلتها، هي مغروزة فينا. يعني هي مغروزة فينا، بالتالي لا يعني بشكل تلقائي ولا شعوري بتنتقل لأولادنا. صحيح. أولادنا احنا تعبنا، أهلينا برضو أكيد كان في صراع الأجيال اللي هو دائم من كل الأجيال، لكن في الآخر لما كبرنا وبقينا نربي أولادنا، متبقي داخلنا هذه الجذور، أنا بعتبرها جذور في التربية، إحنا اتربينا عليها ونشأنا عليها. حتى لو ابني أو بنتي عندتني النهاردة، في الآخر في الآخر هترجع لأصلها برضو. أنا بقول لكل فتاة تتقبل نصايح أمها بدون صد يعني، ولكن هي بتتصرف بطريقتها. وبقول لكل أم برضو، سيبي لكل لبنتك حريتها فإنها تختار الطريقة اللي تربي بيها بنتها وتتعامل بيها مع بنتها. صحيح احنا بنقول في اختلافات، لكن الثوابت ما فيهاش اختلافات. يعني في امور ثابته زي القيم ما حضرتك قلتها، والدين والشرع والحاجات دي، المبادئ الاساسيه للتربيه هي موجوده في كل عصر وكل اوان، ولكن طريقه توصيل هذه المبادئ او طرق التربيه دي هي اللي قد تكون اختلفت، بيبقى فيها شيء من المنطق شويه،
شوية، العقل، الحوار، التفاهم. يعني الحوار والتفاهم هو أكتر وسيلة أقدر أنقل بيها كل القيم وكل المبادئ وكل القوانين اللي أنا عايزة أحطها في بيتي وأحطها في بنتي عن طريق الحوار والتفاهم والمنطق، يعني أصاحب الصداقة لبنتي. طيب يا دكتورة ميسة، ليش ما بيتم تأهيل الأمهات قبل الزواج؟ يعني مش التأهيل بمعنى أنه بس أن الأم يعني تحاور البنت وتعرفها شوية معلومات، لأن يكون في مثلا زي دورات تأهيلية. أيوة. لكل فتاة وشاب هم مقبلين على الزواج. الحقيقة لابد من وجود حاجات زي كده، وأكيد في هيئات في الدولة، كل دولة ليها هيئات تقدر تقدم دورات التربية أو الدورات التدريبية للتأهيل للحصول. ده في بعض الدول لازم تاخد شهادة أصلا أنها اجتازت هذه الدورة علشان يتم الزواج. بس الحقيقة بعض الأسر بتتهاون في أنها بتقول يعني إيه، الحياة مش صعبة، مش كيمياء يعني أنا. لكن لا، الحقيقة في مواقف بتستدعي، والعلم تقدم والعلاقات وكل حاجة فيها حتى دايماً العالم الجديد. العالم من حولنا تغير، فأصبحت حتى أساليب التربية القديمة ما تناسبش هذا الوقت والعصر. ما فيش متى الزوج يتدخل ومتى يعني ينسحب شوية لحد ما الأم، لأنه طبعا أنت ذكرتي أن هي مسؤولية، والصدمة اللي بتكون شاعرة بيها الأم في البداية بمسؤولية طفل كائن صغير هو مش عارف يعبر، فبيكون صعبة. فمتى يتدخل الزوج؟ هو الزوج لازم يتدخل عند يعني هو أولا من الأول النهاية تقديم الدعم والمشاركة العاطفية والمعنوية. ده دور دائم في حياة كل زوجين، يعني مش هيقدر يتخلى عنه في وقت من الأوقات. لكن أحيانا على المرأة إنها تتقبل الصدمة زي ما حضرتك بتقولي كده، مش هتتقبلها إلا لو كان كل اللي حواليها بيقدموا لها الدعم ده. يعني أولا هي نسيت النوم مثلا، مش كده؟ طيب إذا كان في وقت الطفل رايق وممكن يقعد مع الأب، ممكن يسيب الأم نفسها هي تنام ترتاح شوية مثلا في وجوده. يعني لو في مناسبة هم هيروحوها سوا وما ينفعش علشان البيبي، عشان يعني انه يخرج، والتجهيزات الكتيرة قوي دي ممكن تفوتهم مناسبات، ما يقدمش تذمره بقى. ولا لو هي ما عملتش اكل كويس في يوم من الايام، عليه برضو الا يبدي تذمره، لازم يساعد معاها. وقد تكون المساعدة بانه يتقبل بس ان الاكل النهاردة مش زي قبل كده، او يعني مجرد المساعدة دي بتخفف عنها هي الشكل العبء. يا دكتورة، وطبعا الشكل يعني بعد يعني الولادة دي اول حاجة تتغير. ام يعني صنعت انسان، عليكي انك تكوني فاهمة مدى عظمة الشيء اللي انت عملتيه. لا، هي انجبت انسان. مش مهم بقى الشكل هنا، يعني في امور دايما في امور اهم. الشكل هيرجع تاني بالتغذية السليمة وبشيء من الرياضة، لكن اللي مش ممكن يتعوض هو ان اجيب طفل اكون مسؤولة عنه. يعني يحمل مسؤوليات، بنعده الانسان للمستقبل وجيل مهم، ان احنا يعني دي اسمى مهمة للمرأة اولا قبل انها تكون عالمة حتى، او انها تكون بتشتغل. يعني دي المهمة الاولى بتاعتها. لذلك لازم كل اللي حواليها، المجتمع كله وليس الزوج فقط، يكون في تقديم للدعم والمساعدة في كل الأوقات. عليها أيضا أنها تعمل رعاية ذاتية لنفسها، يعني ممكن يبقى لها وقت لوحدها، لازم تنزل تمشي مثلا شوية. طب الزوج هنا لازم هيكون دوره لازم يشاركها في كل حاجة، بتمارس حاجة بتحبها، تتواصل مع أصدقائها وصديقاتها. يعني حتى أوقات زيارة البيت اختلفت، ما لازم علشان أجي أزور بيت فيه أطفال لازم أستأذن وبقى عارفة أن الناس في استعداد، أنهم لازم يكون مستعدة نفسيا، مش أي حد في اي وقت يقدر يجي. انا اكون لسه ما نمتش او لسه ما خلصتش واجباتي في اليوم. يعني هي سنه اولى فيها لخبطه كتيره للكل، بتحتاج لترتيبات وعلينا نتقبلها، وتحتاج ايضا فعلا الى دعم وتشجيع الزوج. والحياه الزوجيه طبعا هي عباره عن شراكه فاعله، وصحه التربيه بشكل اساس يعني
بيقع عاتق الجزء الأكبر هو طبعا على الأم، وكم من شخصيات عظيمة كانت تربية هي أمهاتهم هي طبعًا السبب طبعًا. فالتحية لكل أم، التحية لكل أم لكم. وعايزة أقول لكل أم تتقبلي كل التغيرات وكل الصعوبات اللي في حياتك بشجاعة، لأن قدامك خيارين اتنين، يا إما تكوني امرأة ضعيفة ومحبطة ومكتئبة، يا إما تكوني أم قوية مرنة تعرف تتعامل مع الحياة وهذا والأمومة. طبعا الأمومة، وهذا طبعا هي ما تمتاز به الأم العربية على وجه تحديداً. الخصوص يعني لدينا الكثير من الرائدات في الوطن العربي والكثير من النجوم كان للأم دور يعني كبير فيها. طيب يا دكتورة، أنت بتشوفي أنه التكاتف الأسري هذا مهم جدا طبعاً، خاصة لاستمرار الحياة الزوجية، لأنه أيضا أول سنة هي بتكون صعبة، وللأسف بعض الحالات يعني الاستثناء يحصل فيها صدام بين الزوج والزوجة، وبيكون في حمل وفي ولادة في أول سنة، وأحيانا بسبب الاضطرابات الكثيرة أو عدم توافق الأفكار بين الزوج والزوجة تحدث حالات طلاق. في هذه النقطة الانفصال بيأثر على تربية الأولاد، على تنشأتهم؟ أكيد 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 أكيد. هي أنا بلاحظ بعض الشباب الحديث الزواج والشباب الصغيرين، يعني أول ما الأم تنجب الزوجة تلاقي ان هو حس ان الطفل الصغير ده بقى غريمه في الام، لان هو بياخد وقتها وبياخد اهتمامها وحبها وكل حاجه، هو بيشعر بالغيره الحقيقه للاسف. يعني دي مواقف شفتها كتير قوي، وكان بعد ما كان هو مستحوذ على كل وقتها بقى في وقت بسيط، لان في كائن ضعيف صغير مش عارف يعبر عن احتياجاته محتاج لامه. فيمكن ده بيبقى اول صدمه للزوج، اول صدمه ايه ده، يعني انا كل اللي كنت فيه ده فجاه اتسحب مني. فبيبتدي هنا الخلافات بقى، على بتبقى الحاجات مش هي سبب الخلاف الحقيقي، لا مش سبب الخلاف الحقيقي ان انا جيت ما لقيتش اكل في البيت مثلا، او ان الـ 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 الحاجات مش مترتبه في الدولاب، او ان الملابس ما راحتش للمكوى، لا ده بتبقى الحجه اللي بنفذ فيها كاب او كزوج، اتسحب مني الاهتمام. فيعني يا ريت نذكر نفسنا ونذكر كل زوج ان دي مرحله انت كمان محتاج تشارك فيها زوجتك اللي بقت ام بالاهتمام، وتقدر ده وتقدر اللي بيحصل ده. لكن لو حصل لا قدر الله الخلاف، طبعا يعني عايزه اقول نسب كتيره من المشاكل النفسيه لبعض الولاد، وبنشوفها في المدارس وبنشوفها حتى لما بيكبروا في مرحله المراهقه، بيكون عدم وجود او افتقاد الولاد دول لدور الاب. الحقيقه برضو مشكله كبيره قوي عند بعض الرجال، انه لما بيطلق زوجته كانه بيطلق اولاده معاها. صحيح. وما بيهتمش، بيتخلى عن دوره شخص مسؤول. بيحصل ايضا يعني نقول سوء تصرف في موضوع التربيه، هذا طبعا بيأثر وبيعمل بيضعف ايضا مشاكل نفسيه وضغوط على الطفل. ما بيبقاش طفل طبيعي 100%. دكتوره علينا ميسا، نصبر ونجتهد. التربيه هي الصبر والجهاد. شكرا للدكتوره ميسا فاضل ابو مسلم، استاذ علم النفس التربوي، كنت ضيفه عزيزه علينا خلال هذا الصباح. نتمنى ايضا من الامهات الجدد يكونوا قد استفادوا من خلال ما قدمتيه وما طرحتيه.